وأذن بالناس مع عادل بارباع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الكرام ويا هلا فيكم. البد حط البد في هذا اليوم المبارك من أيام الحج، ونحن معكم في هذا اليوم التاسع، حيث يكون الكل الحجيج متجهين وكلهم مستقرين في مشعر عرفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع في هذه الدولة المباركة بجهودها التي تعمل يد بيد مع كل العاملين على أن يكونوا يعني عاملين في هذا القطاع. مهنة الطواف مستمعين الكرام حديث شجون، خاصة عندما يصدر من أبناء المهنة وأهل الاختصاص الذين تورثوها أبا عن جد، وتعتبر مهنة الطواف من المهن التاريخية التي خص الله بها أهالي مكة المكرمة، وتوارثوا هذه المهنة جيلا بعد جيل، وقد بدأت بالأفراد والعوائل ثم توسعت إلى مؤسسات الطوافة. وهذا العام هو يعني من يعني الأعوام، يعتبر من بداية الأعوام التي فيها الطاقة الاستيعابية الكاملة. ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة لينا خشيم، وهي مطوفة لها فترة يعني وعراقة مع يعني أبنائها وبناتها، ومطوفين من يعني من زمان، من تاريخ القديم. حياك الله أستاذة لينا، وإحنا جدا سعداء بأن تكوني معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم، أسعدني تواجدني معكم في إذاعة FFM. الحمد لله إن الله كرم المرأة في كل مكان، حتى أصبحت قائدة ودكتورة ومهندسة في جميع نواحي العالم أو نواحي المملكة العربية السعودية. أصبحت المرأة قائدة في شركات الطوافة، ولا أصبح لها شأن كبير. نعم. وتتنافس مع الرجل ندا برد. أصبحت المرأة كانت أول شيء إحنا بدأنا العمل في التوعية فقط. هذا من 22 عاما. ما شاء الله. فقط التوعية، ولكن تدرجنا خطوة بخطوة بخطوة خطوة حتى أصبحنا نتعامل مثل الرجال. نزلنا ميدانا، استقبلنا الحجاج، ثم سكناهم إلى مساكنهم في الفنادق أو الأبراج. نعم. ثم ذهبنا إلى التغذية، نشرف على أماكن التغذية، ثم بعد ذلك عملنا معهم الرجال في المجالات الجوازات، التصعيد إلى المشاعر بعرفة وإلى منى، تجهيز أو تجول حول الخيام قبل نزول الحجاج. ما شاء الله. نروح بنتجول الحجاج على المشاعر، بنشوف جاهزيتها هل هي كاملة. إحنا بنعمل يعني زيارة مسبقة قبل وصول الحجاج، وبعد وصول الحجاج يعني نمشي معهم خطوة بخطوة. دخلنا فيهم معهم في منى وفي عرفات، في التفويج الجمرات. كذلك أصبحت المرأة قائدة في الطوافة، أصبحت عضو مجلس إدارة، وأصبحت رئيسة مكتب في بعض الشركات الطوافة. يعني الحمد لله منذ يعني حدوث الرؤية الأمير الملك ولي العهد محمد بن سلمان، أصبحت المرأة غيرت منحناها منحنى تام، إن حتى لأن قيادة اعترف بمكاننا، لأن المرأة دائما منظمة، تحب التميز، تحب معطاءة، أداءها متميز. الحمد لله إننا وصلنا لهذا المكان، وإن شاء الله الأعوام القادمة سوف تكون المرأة رئيسة مكتب بإذن الله، ويعني تنافس الرجل تنافس شريف. نعم. يعني المرأة الآن المطوفة ضمن يعني قطاع الطوافة، يعني الآن إن شاء الله راح يكون هناك استقلالية بحيث أنها تعمل شركة مختصة فيها في هذه المهنة وهذه الخدمة. نعم نعم صحيح. أيوة، سوف تواكب أن المرأة سوف تكون مع الرجل منافسة للرجل. نعم. فتحت نساء مكاتب شركات، يعني في شركات الآن خدمة مقدمة للطوافة. الشركات الآن بعد التحول
أصبحت المرأة فيها عندها شركات مياه، شركة سوفا بيت، يعني نافست الرجل في جميع الأعمال الحمد لله. وأثبتت هذا إن هي قادرة وقائدة. فالمرأة مطوفة أو الآن يسموها المساهمة، قادرة على تغطي جميع السعاب ما شاء الله. يعني بما أنه العمل في الطوافة كما أسمع منك أستاذة لينا أنه عمل ما شاء الله تبارك الله كبير وله عدة أقسام ومتفرع لعدة أشياء، فيها الإعاشة وفيها التسكين وفيها وغيرها، ما ترين أنه يعني نفترض أنه يكون مستقبلا في تخصص في المجال هذا أنه كل شركة مثلا تعمل شيء معين، ولا لا هو عمل كامل؟ صحيح، الآن أصبح الشركات مقسمة. نعم. تحت شركة الأم. أيوة. شركات، شركة الإعاشة، شركة الماء، المياه، شركة الأدوات السوفابيت، البطاطين. نعم. الثلج، كل شيء أصبح له شركة خاصة منه. رجال كانوا سابقا يعني عملوا بها، والآن المرأة دخلت معهم في التنافس في هذه الشركات. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذة لينا، أعطيكم العافية وأخذنا من وقتك في هذا اليوم اللي كلكم مشغولين فيه. أي والله شرفنا. الله يسلمك لكم وإن شاء الله أعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا لك. فعلا مستمعينا الكرام، يعني خطأ عدد من النسوة، نقول المكيات، خطوات راسخة في سبيل الحفاظ على تراث مهن أبائهم اللي اشتهروا بها منذ عدة عقود، حتى أضحت من أهم السمات التاريخية التي تشتهر وتفتخر بها مكة المكرمة عبر تعاقب الأجيال. هذا التاريخ وتلك المهن كادت تندثر لولا مسارعتهن إلى أن يكونوا متواجدات بشكل قوي وفاعل بقيامهم بامتهان أو خدمة الطائفين والحجاج. كذلك معنا في هذه الحلقة نحن نستضيف الدكتور عهود حسنين، وهي في مهنة وخدمة الطوافة منذ سنين هي وأسرتها الكريمة. حياك الله دكتور عهود. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. وصباحك بكل خير دكتور عهود، وإحنا سعداء أن تكوني معنا، وشكرا أنه رغم الانشغال ونعرف أنه يوم عرفة يوم يعني خاص، والعمل والجهد كبير بكل أيام الحج كاملة، يعني الله يكون في عونكم. اللهم آمين، شرف لنا الانضمام لكم حتى لو لأوقات بسيطة، لكن إن شاء الله يعني تكون إضافة جميلة لكم بإذن الله. يعني حديثنا عن الطوافة بالتأكيد حديث كبير وكثير، ويعني لكن الآن المطوفة وخاصة في يوم عرفة، احنا نتكلم عن يوم عرفة يوم خاص كذا، كيف الدور اللي بتقوم بيها، يعني خاصة انه في مجهود خاص كل شيء بشكل خاص، نتكلم عن هذا الدور خاصة في هذا اليوم في يوم عرفة والعمل اللي تعملون عليه. طيب بداية نقول أنه أصبح دور المرأة مهم جدا في العديد من المجالات، وخاصة في أعمال موسم الحج. صحيح، لأنه المرأة تقوم بأدوار متعددة لخدمة ضيوف الرحمن. في الماضي احتمال كانت المهام بسيطة، كان دورها احتمال إشرافي ودورها في بعض المهام البسيطة، أما اليوم الدور أصبح كبير وأصبحت حتى المسؤولية كبيرة عليها، والحمد لله أنه هي أصبحت قادرة. نعم. وهذه نعمة من الله أنه ربنا خصنا بالعمل في موسم الحج، لأنه هذه نعمة عظيمة يعني ربنا اصطفانا بها والحمد لله، ولازم نحافظ عليها ونكون أكثر مسؤولية أنه إحنا نقدم الأفضل ونقدم الخدمة بجودة عالية. نعم. وهذا الموضوع اللي غالبا بنركز عليه، أنه تقديم الخدمة بأعلى جودة، الجودة هذه بترجع على الحاج بأفضل شيء، وأنه الخدمة تقدم له بالشكل المناسب عشان يسهل للحاج في المراحل المتعددة. كلنا نعرف أنه الحاج بيمر بمراحل متعددة، بداية من الرسول، فتقوم المرأة بالاستقبال بتركيز طبعا مع مركز بتنسيق عفوا مع مركز الخدمة التابع لشركة الطوافة. بعد كده الانتقال إلى السكن والتسكين زي ما تفضلت أبلالينا وقالت قبلي. بعد كده أيضا المراحل اللي هي أكثر شيء مهمة، المشاعر المقدسة، طبعا جميعها مهمة لكن المشاعر هي المرحلة اللي الكل يستنفر فيها، لأنه بيكون فيها ازدحام، بيكون فيها
الحاج ممكن يتعرض لمخاطر كثيرة، لكن احنا دائما بنحاول نرتب والجهود تتكاتف عشان تكون رحلة حج آمنة ورحلة إيمانية قد ما نقدر انه نبعد المخاطر عن الحاج وانه يرجع لبلده بأفضل ذكرى عن موسم الحج اللي حج فيه. دورنا غالبا في يوم عرفة ضروري ان احنا نكون متواجدين. الخدمات اللي بتقدمها شركات الطوافة او بالاخص شركة مطوفي الدول العربية بتشرك العنصر النسائي بشكل كبير في موسم الحج. بنقدم خدمات عديدة، بداية من تقلب مناصب قيادية بتكون فيها المرأة بتشارك الرجل كمعاون كمساعد تنفيذي كمدير عام. هذه المناصب جميعها أصبحت متاح أن المرأة تكون فيها، وطبعا المرأة تكون فيها بتعرف على أشياء مرة كثير ما تكون تعرفها، وأحيانا المهام شوية كثير وصعبة، لكن إن شاء الله أنه هي قادرة لمساندة الجميع في شركة الطوافة. وجودها كثير ضروري. أيضا خدمة العملاء بيكونوا متواجدين في يوم عرفة وفي المشاعر المقدسة، متواجدين في المشاعر مع الحجاج للإجابة على استفساراتهم، لتذليل الصعاب لهم، للتأكد من جودة الخدمات، للتأكد من أن الخدمة بتوصل لهم بالشكل المناسب. نعم، أبرز التحديات اللي بتواجه المرأة المطوفة خاصة يعني في هذه الفترات وتعمل على أنها تحقق يعني ذاتها وأن تعمل بكامل طاقتها؟ والله ما في معوقات كثير، طالما أنها موجودة وطالما الرغبة في التعلم والرغبة في المساندة والرغبة في، يعني سبحان الله عمل الحج هو مش عمل عادي، ودائما أنا أقول صحيح. اللي يشتغل في الحج مش شخص عادي صحيح. هو أكثر قدرة على الصبر على التحمل، لأنه هو حابب أنه هو يخدم الحاج. فإن شاء الله يعني ما في صعوبات بإذن الله، طالما النية كويسة والجهود تتكاتف وإحنا بنلاقي مساندة من الجميع، صدقا بداية من رئيس مجلس الإدارة إلى الزملاء في العمل إلى يعني الكادر في القطاعات عامة. هل اختلف شيء عليكم مثلا أنه الآن مع يعني استقبال الحجاج بكامل الطاقة، وخاصة بعد جائحة كورونا اللي كان يعني الحمد لله كنا ما توقفنا، لكن كنا نأخذ الحجاج بشكل تدريجي، الآن لا، صار الوضع يعني بشكل أكبر وأوسع، والعمل لابد أن يكون بطاقة مضاعف. أكبر ومضاعف إيه نعم. يعني أنا يعني أريد تكلمين عن هذا الوضع الخاص خاصة في هذا العام اللي بدأ فيه. هو احتمال السنة طبعا العدد كبير جدا مقارنة بالعام الماضي والسنوات اللي توقف فيها الحج. نعم. بس دائما طالما في خطط مدروسة وطالما في استعداد وجاهزية قد نواجه أحيانا بعض الصعوبات، بالذات في مثلا أحيانا التصعيد، أحيانا عدم توفر الباصات، أحيانا هذه الأمور اللي تحصل كده فجأة. لكن دائما طالما في خطط مسبقة وفي استعداد وجاهزية إن شاء الله نحاول نتغلب عليها، ما نقول إنه ما في، قد يكون نعم. فيه لكن بنسبة بسيطة. نعم. طالما في استعداد وطالما في يعني خطط بديلة فإن شاء الله نقدر نتغلب بأمر الواحد الأحد بإذن الله. نسأل لكم التوفيق وأن يجعل هذا الحج حج مبرور، وسعيكم وجهودكم هذه مشكورة ومباركة بإذن الله. أشكرك دكتورة عهود حسنين على تواجدك في هذا اليوم اللي يعتبر الكل فيه منشغل وفي طاقته الكاملة، يوم مختلف وخاص في يوم عرفة، ونسأل لكم القبول والتوفيق. اللهم آمين. شكرا لكم لاستضافتنا، يعطيكم ألف عافية يا رب. إن شاء الله نكون أدينا الرسالة بشكل المطلوب بأمر الله. شكرا، الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. فاصل ثم نعود لكم مستمعينا الكرام ومزار حديثنا في أذن بالناس، ابقوا معنا. وأذن بالناس مع عادل باربع. حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي هناك العديد من المبادرات التي تزخر بها حية بلادنا، وخاصة التي تقدم خدمات خاصة لحجاج بيت الله الحرام.
مبادرة سرور، نريد أن نتكلم عن هذه المبادرة الرائعة التي أطلقت، ومعنا منسق هذا البرنامج الأستاذ موسى الموسى، نريد أن يعني نأخذ تفاصيل هذه المبادرة اللي تطبق في مساكن الحجاج وتعني بالتنسيق معهم. أستاذ موسى جدا سعداء أن تكون معنا، وخاصة في هذا اليوم الله يعينكم وكلكم مشغولين، خاصة في يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، حياكم الله. السلام عليكم، والله يعطيكم ألف 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 عافية وشكرا جزيلا لكم ولاستضافتكم، الله يبقيك. الله يعافيكم ويبارك فيكم، وجهود مباركة وموفقة يا رب. ونبغى نتكلم عن هذه المبادرة أخوي موسى. بخصوص مبادرة سرور اللي أطلقتها شركة مطوفي حجاج الدول العربية هذا العام، هي استلهاما من فيما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إدخال السرور على قلب مسلم. فما بالك يعني إنه زيادة كذا على قلب مسلم حاج في جميع مراحل الحج، من وصوله إلى المملكة العربية السعودية وحتى إن شاء الله مغادرته سالم غانم إلى بلاده بإذن الله. بإذن الله تعالى. فهذه كانت البداية. إحنا عندنا طبعا شركة مطوفي حجاج الدول العربية بتقدم مجموعة خدمات للحجاج، الخدمات الأساسية اللي هي خدمات اللي متعاقد عليها الحاج. نعم. فإحنا حبينا يكون عندنا ميزة تنافسية في هذا في هذا الشأن. جميل. إنه إحنا يعني طبعا برنامج سرور إحنا سويناه على أو مبادرة سرور سويناه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي استقصاء عن رغبات واحتياجات الحجاج الفعلية ومحاولة تنفيذ يعني الفوري منها. عندنا إحنا ما يقارب 1000 أخصائي وأخصائية من العناية بالعملاء موجودين في مراكز الخدمة الميدانية بيستقصوا، طبعا هم بينفذوا الخدمة الأساسية بيعملوها 1000 موظف وموظفة، وفي نفس الوقت بيستقصوا عن احتياجات العملاء والرغبات الشخصية الإضافية. نعم. البرنامج الثاني اللي هو برنامج سرور التفاعلي، احنا فعليا بناخد الاحتياجات هذه وبنزل ننفذها بشكل فوري. يعني اللي هو يعني مثلا من الاحتياجات انه حاجي يبغى يتواصل معه، يعني احنا بننزل على مقر التواجد وبننفذ السكن، علاجات، مشاوير، دليل، اي حاجة ممكن يكون محتاجة الحاجي نقدر ننفذها قدر المستطاع بنعملها. رائع جدا. ايوه. البرنامج الثالث اللي هو برنامج سرور الإثرائي، احنا بنحاول نعمل برامج ثقافية ترفيهية مناسبة طبعا لعظم المكان والزمان، انه 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 نعرف الحجاج أكثر ضيوف الرحمن عن المملكة العربية السعودية، عن الخدمات الجديدة اللي بتقدمها المملكة العربية السعودية. أيوه. يعني يكون إثراء عن ونعمل لهم رحلات سياحية طبعا في مكة المكرمة، يكون إثراء لرحلة الحاج، عشان احنا عندنا السلوغن أو الشعار انه رحلة الحاج تكون من الفكرة إلى الذكرى للحاج. الله. أيوه. من الفكرة إلى الذكرى. صحيح. طبعا يعني كم الآن لهذه المبادرة منذ انطلاقها إلى الآن، أو كم النسخة الآن الثانية ولا العام الثاني أو الثالث؟ طبعا العام الماضي كانت كانت المبادرة مختلفة، كانت اسمها مرافق ضيف الرحمن. أيوة. مرافق ضيف الرحمن هذه كانت نفس الأخصائيين العناية بالعملاء اللي طبعا كان اسمه مرافق ضيف الرحمن، الآن صار اسمهم أخصائيين العناية بالعملاء، كانوا نفس الشيء بس يكونوا مع الحاج لتنفيذ الخدمة الأساسية يعني لتأكيد الخدمة الأساسية. الآن إحنا أضفنا الموضوع إنه يعني هذه السنة مبادرة سرور هي إحنا غيرنا المسمى من مرافق ضيف الرحمن إلى أخصائي العناية بالعميل، هذا مهمته إنه ينفذ الخدمة الأساسية بالإضافة إلى المهام عن أو مهامه الأخرى بالاستقصاء عن مهامه بالاستقصاء عن احتياجات ورغبات الحاج. نعم. أكيد طبعا هنا كان يعني صار عندكم تطور في نفس المبادرة مع
تعامل مع الحجيج ومعرفة إيش يحتاج وإيش يرغب وإيش كذا. هذه النسخة أكيد طبعا تغيرت، يمكن أضيفت أشياء. صحيح. نعم. اللي هي إحنا يعني إحنا يوم خمسة، هي وظيفه اللي هي الرحلات الإطرائية. احنا يوم 5 ذي الحجة اخذنا مجموعة من الحجاج لمعرض رحلة حاج. نعم. في مكة المكرمة، احد المعارض اللي موجودة الان. اي. فكانت يعني رحلة جميلة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. الحجاج بيطلعوا في الباص طالعين على المعرض، هم راجعين برضو من المعرض، كل المشاعر، كل الـ يعني هم حاملين يعني ما أدري، يعني أنا ما أقدر أوصف لك الشعور اللي إحنا كنا عايشينه مع الشعور اللي إحنا كنا عايشينه. يعني إحنا كنا مبسوطين أكثر من الحجاج في إنه إحنا بنحاول ندخل فعليا نوع من أنواع السرور لهم. نعم، والله حقيقة مبادرة جميلة، ولا شك أنه إدخال السرور في نفس في الأنفس والقلوب من أحب الأعمال، فكيف إذا كانت هذه القلوب اللي أنتم بتفرحوها وتدخل السرور عليها هم ضيوف الرحمن، ويعني حقيقة دعوة منهم في 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 زمان ومكان الدعاء فيه مستجاب، بل كل بإذن الله تعالى راح ينولوا من هذا الخير ومن هذا الثواب، وعمل مبارك والله. نسأل الله لكم التوفيق، وتجربة إثرائية جميلة يعني إن شاء الله تطبق، وممكن أنها تصير فيما بعد يعني في كل يعني مع كل الحجاج إن شاء الله بإذن الله. ونسأل الله العلي القدير أنه يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات والمسلمات عفوا، انه يساعدنا انه نقدم خدمه تليق باسم المملكه العربيه السعوديه لضيوف بيته باذن الله تعالى. الله يعطيك العافيه والله اخوي موسى الموسى المنسق في مبادره سرور، وما زال حديثنا معكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، ابقوا معنا. وأذن بالناس مع عادل بارباع. حياكم الله مستمعينا الكرام. دور كبير تقوم به نقابة العامة للسيارات، وكان هذا التقرير الذي يتكلم عن هذا الدور، نستمع إليه ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام مستمعين إذاعة ألف ألف أف أم. أنا حاليا من ياوي من المدينة المنورة. نحن الآن متواجدون في النقابة العامة للسيارات، إدارة تتولى مهمة ترتيب وتنظيم نقل ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية، وتتولى الإشراف على المؤسسات والشركات الناقلة التي تعمل تحت عضويتها ولها عدة فروع. وللحديث أكثر عما تقدمه النقابة العامة سيكون معنا المهندس مازن محمود ثروت. حابين ناخذ منك فكرة عامة عن الخدمات اللي تقدمها النقابة والخطة التشغيلية. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعاً. نحن اليوم نستعرض معكم بعض الخدمات المقدمة من النقابة العامة للسيارات لتوضيح الدور الذي تقوم فيه خلال أعمال موسم الحج. طبعا النقابة تتمركز في أعمالها في عدة مواقع تشغيلية. أولا نبدأ بموقع التشغيل المنفذ مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، هذا أول المواقع التشغيلية التي يتم من خلاله تقديم خدمة نقل الحجاج من المطار إلى السكن. يتم تخصيص أسطول مخصص لحافلات ذات موديلات حديثة وجودة عالية لنقل الحجاج الكرام من المطار إلى البلد أو الدور السكنية في أسطول مخصص فقط لهذا المسار، هذا فيما يتعلق بالمنفذ. إذا اتجهنا إلى بعد وصول الحجاج إلى الدور السكنية، يتم تهيئة حافلات مهيئة أيضاً ومكشوف عليها فنيا من قبل فريق متخصص، يأخذ هذه الحافلة بعد إكمال الكشف اللازم يتم إرسالها إلى الدور السكنية مع المرشد. بعد نزول الحجاج وتفويجهم على الحافلة تتجه الحافلة إلى الميقات. خلال فترة تواجد الحافلة بالبلد
في حال وجود أي أعطال أو بلاغات يتم إبلاغ النقابة بالعطل أو البلاغ الخاص بها، يتم التعامل من خلالها باستدعاء الشركة والتواجد بالدوريات الميدانية المخصصة للفرقة الإشرافية للنقابة العامة للسيارات. بعد إنهاء الخلل وتصحيح الوضع تغادر الحافلة بسلامة الله باتجاه الميقات. طيب. وصولا للميقات يتم بعض النقاط النهائية في جزء خاص بالميقات، من خلاله يتم توزيع كروت استدلالية تساعد الحاج لعودة العودة إلى الحافلة بعد انتهائه من أداء النسك. وأخيرا وصولا إلى مركز التفويج، هذا المركز يتم من خلاله الكشف على الحافلات كشف نهائي للتأكد من سلامة الحافلة قبل مغادرتها باتجاه مكة المكرمة. وخلال الطريق يوجد عدد مراكز مساندة، هذه المراكز مخصصة لدعم أي حافلة فنيا أو إداريا سواء بعطال أو خلافه، ويتم استبدال أو تصليح الحافلة في هذا المكان. طيب مهندس مازن، بالنسبة للإحصائيات حتى الآن كم عدد الحافلات التي استقبلتموها والحافلات المغادرة؟ من خلال أعمال موسم ما قبل الحج طبعا تم استقبال عدد من الحافلات تجاوز 5000 حافلة، أيضا تم مغادرة عدد حافلات يتجاوز 20,000 حافلة باتجاه مكة المكرمة. هذه الحافلات كانت على مدار الموسم، وبالتالي نقلت هذه الأعداد بالتنسيق مع شركاء الخدمة تحت مظلة وزارة الحج والعمرة، وبناء على طلبات وردت عبر النظام الإلكتروني. هذه الطلبات ساعدت في تنظيم السداد لهذه الحالات. طيب كيف يتم الإشراف على 64 شركة نقل ومتابعة أعمالها، وما هو دور النقابة في حال عدم تنفيذ الخدمة؟ يتم عقد الاجتماعات التنسيقية مع شركات النقل المنضوية تحت مظلة النقابة. هذه الاجتماعات يتم من خلالها إيضاح ما هو دور كل شركة نقل في الأعمال، ما هو المطلوب، يتم التأكد من تأمين جميع ما يتطلب من موارد وآليات سواء ورش أو أوناش، ومن ثم يتم انتهاء تنفيذ هذه الخدمة. في حال عدم إكمال أي شركة للخدمة المطلوبة منها، هنا يتم تدخل النقابة وتأمين الشركة البديلة من خلال استعداد مسبق خاص بهذه العملية. طيب ما هي استعدادات النقابة لاستقبال الحجاج بعد إنهاء مناسك الحج وعودتهم من مكة المكرمة للمدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه؟ يتم تفعيل بعد موسم الحج وانتهاء الحجاج من أداء المناسك في مكة المكرمة تفعيل عدة مسارات، إن شاء الله جاهزين على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الأعداد للوصول من خلال مركز الترحيب. في هذا المركز يتم استكمال جميع الإجراءات لوصول الحجاج إلى السكن بكل يسر وسهولة، ومن ثم بدأ مغادرات الحجاج سواء من الدور السكنية إلى المطار بالمدينة المنورة أو إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة. ونحن إن شاء الله وفق الخطة التشغيلية وفق المستجدات يتم التحديث على هذه الخطة لتتكامل، ويتم التعامل مع جميع الحالات التي تحصل ميدانيا، وبإذن الله متجهزين بالجاهزية الكاملة بإذن الله. الله يديكم العافية على الجهود المبذولة، ومن هنا نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وحكومته الرشيدة لتسخير كافة الإمكانيات لسبيل خدمة الحجاج في موسم الحج. كنا معكم مستمعين الكرام، أنا حليم منياوي من إذاعة ألف ألف إف إم المدينة المنورة، دمتم سالمين. وما زالت لقاءتنا مستمعين الكرام في هذا البرنامج لاستعراض الخدمات والاهتمام الكبير الذي يقدم لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام. فاصل نرجع لكم، خلوكم معنا. وأذن بالناس مع عادل باربع. المرافق الصحي تجربة فريدة وجديدة في المخيمات تهدف لتخفيف الإقبال على المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر من خلال تواجد عدد من الأطباء والممرضين في كل مخيم لعلاج الحالات البسيطة التي لا تستطيع أحيانا الذهاب للمستشفيات والمستوصفات. ونريد أيضا أن نتكلم بشكل أشمل وأكمل حول هذا أو حول هذه المبادرة، مبادرة المرافق الصحي،
وهذه التجربة. معنا عبر الهاتف ومن المشاعر الدكتور رشاد خوج. حياك الله دكتور رشاد. الله حيك إن شاء الله. أهلا وسهلا بك وجهود مباركة وموفقة. وإحنا في هذا اليوم المبارك في يوم عرفة يوم التاسع والكل بطاقته الكاملة يعمل في هذا اليوم. نسأل التوفيق للجميع. آمين يا رب أجمعين إن شاء الله يا رب. فكرة المرافق الصحي كذا تعطيني فكرة عنها دكتور رشاد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج مرافق الصحي هو يتكلم عن من نفس الاسم. بيكون نعم. فيه موجود مرافق صحي. أيوه. ملازم لجميع الحجاج جميع مكاتب الخدمة معهم في المخيم. أيوه. سواء في المشاعر ولا في أماكن السكن. نعم. بيراقب علاماتهم الحيوية، بيساعدهم. طبعا الحالات عندنا تنقسم لثلاث حالات. في حالات باردة، حالات متوسطة، حالات الحرجة. أيوه. فممكن هو يحاول يساعد في الحالات الباردة واعمل فرز لباقي الحالات. حالات تستدعي الذهاب إلى المستشفى، حالات تستدعي الذهاب إلى مراكز صحية، كيف طرق النقل، التشخيص الحالات أحيانا. وفي عندنا كمان دكاترة بيتواصلوا معاهم عن طريق الهاتف للاستشارات الطبية ويساعدوهم برضو على كيفية التعامل مع الحالة. نعم. فبيكونوا هم من خلفية طبية سواء من قسم التمريض، قسم الصيدلة ولا قسم الطب بشري أو أسنان، مجهزين بحقيبة كاملة فيها جهاز قياس للضغط، جهاز قياس لنسبة الأكسجين في الدم، جهاز لقياس نسبة السكر، وجهاز لقياس الحرارة، وعدة إسعافات أولية من ضمنها ضمات ولصق ومقصات وأشياء بسيطة للجروح أو الحروق. نعم. تفضل دكتور ما أكمل. هي هذه يعني إجمال الحقيبة اللي بتكون معهم. وبيكونوا موجودين تقريبا هم 75 مرافق صحي بيغطوا 107 مكاتب جميع مكاتب شركة حجاج الدول العربية. نعم. هذا البرنامج يعني قدر أنه يحقق أهداف معينة أنتوا وجدتوها أنه مهم أنه إحنا نحققها، مثل مثلا أنه الضغط على موضوع المستشفيات وكذا، يعني كيف وجدتوا التجربة هذه وهذه الخدمة؟ بالضبط. هو البرنامج بدأ السنة اللي فاتت عام 1443. نعم. والحمد لله يا رب يعني الأعداد كانت أقل من هذه السنة لكن حقق نجاح، والآن رفعنا الأعداد نظرا لشفنا النتائج اللي قدموها المراقبين الصحيين. نعم. الله يعطيهم العافية. وإنه هو الأهم شيء زي ما أنت عارف في الحالات الخطرة ولا العادية برضو هي مسألة الوقت، وهو أيوه. باختصر المسافة الزمنية بين المركز الصحي والحاجي بسرعة التعامل. بنشوف إنه علامات الحيوية، حالة المريض مستقرة ما هي مستقرة، سرعة التصرف إذا احتاج مركز ما احتاج بالفرد. فهي هذه أهم أهداف البرنامج. نعم. اللي هو بنقلل الفترات الزمنية على الحاجي ومركز اللي بيقدم الخدمة للحاجي. لو قدرنا نحسب النسب ما بين الحالة الباردة والمتوسطة والحرجة، هل هناك نسب معينة؟ يعني هي اللي أكثرها بتصادفنا الحالات الباردة زي ضربات الشمس. أيوه. هذه طبعا احتاج لها تهوية، احتاج لها يعني ارتواء الجسم بالماء، احتاج لها برضو انه الجلوس والارتياح للحاجي، حالات الاحتقان في الحلق هذه برضو مسكنات بسيطة. أيوه. بنكتف عليه هل هو التهاب بكتيري او التهاب فيروسي، هل يحتاج مضاد ولا ما يحتاج. هذه اغلب الحاجات اللي نعم. تكون حالات البارد، وهي أكثر الحالات اللي تتكرر يعني ما بين الحجاج. أيوة هذه تقريبا 80-70%. نعم. والله يكرمك كمان حالات من كتر المشي يعني بيكون عندهم زي الانتفاخات في الرجول. أيوة. هذه الحالات البسيطة نقدر نتعامل معها، الجراحة البسيطة. لكن الباقي 20%-10% هذه بتكون حالات خطرة، سواء اللي يكونوا عانوا من أمراض قلب، أمراض سكر، مشاكل في الكلى. فهذه أحيانا بيجي بعض الارتجافات، الرعاش، فهذه الأشياء لا بتستدعي أنه نحولها على طول على مركز أقرب مركز
صح. أيوة الحمد لله هنا ما شاء الله، يعني أنا بتكلم معكم الآن في ميناء، المراكز الصحية في كل 200 أمتار موجودة، والمتطوعين من الهلال الأحمر وجميع الفرق المساعدة الحمد لله موجود. جميل. هل تعمم ممكن هذه التجربة على كل مخيمات الحجاج في المشاعر؟ حاليا احنا في شركة حجاج الدول العربية هي مغطية جميع الحجاج. نعم. فبنحاول كمان نزيد الأعداد على السنوات الجاية، لأنه ما شاء الله في تجاوب من الحجاج، في وعي منهم، احنا كمان يعني بنقدم لهم نصائح طبية، كيف طريقة الأكل، كيف محافظة مثلا على الإبر الأنسولين الخاصة بالسكر، وهذه أشياء كلها تفرق كمان. ممتاز. هذا غير العلاجات وغير الأشياء البسيطة اللي يعني كمان. نصائح وقائية قبل ما يكون في أي وقوع في مرض طبعا، عن طرق الأكل، عن غسل اليدين، عن هذه الأشياء كلها تطمن. نعم. طبعا إنه الصحة برضو. نعم. كلها أشياء مهمة. وجدتم انعكاسات هذا البرنامج الإيجابية على يعني كخدمة مقدمة للحجاج؟ بالتأكيد. أكيد يعني الحمد لله، مو قلت لك هي أهم شيء مسألة الوقت. نعم. فبدل ما يكون في زحمة في المراكز الصحية عشان ضغط، عشان سكر، عشان حرارة، عشان بسيطة، هذه الأشياء نقدر يعني نطمن عليها في نفس المركز الخدمة اللي جالس فيه الحاج، بدل ما يروح بالزحمة ويجلس هناك زي ما انت شايف الجو درجة حرارة عالية، وأكثرهم كبار في السن فصعب عليهم الوقوف والانتظار، هذه كلها بتختصر عليهم الوقت. والحمد لله يعني في نقص في المراكز الصحية بيقل، وغالبا بيستلموا أكثر الحالات اللي قلت لك عليها، هي من 20-10% الخطرة، لكن الباقي كلها بنتعامل معهم في نفس المخيم اللي ساكن فيه الحاج أو العمارة اللي بيكون فيها ساكن. نعم. ولله الحمد. الحمد لله. برنامج مميز حقيقة، ومبادرة نوعية تشكرون عليها، ونسأل الله لكم التوفيق وأن يبارك في هذه الجهود. أشكرك دكتور رشاد خوج من برنامج المرافق الصحي، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا لك أستاذ عادل باربع، وشكرا لسمو سيدي ومولاي خادم حرمين الشريفين ولي عهده، وجميع القائمين هنا على المناسك الحجاج والمشاعر، والله يعطيهم العافية. آمين. إن شاء الله. آمين يا رب. والله ولي التوفيق يا رب. وتقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وكل العاملين والمجتهدين في هذه القطاعات بكل خير وعافية يا رب. اللهم آمين. إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم وأذن بالناس. هذه تحية من أنا عادل ورباع، ومن إخراج البث الزميل رائد براجي. إلى الملتقى إن شاء الله في موسم قادم. في أمان الله.